قدمت الرجال. دابا ان شاء الله عندنا في الدومي فينال المنتخب السعودي، حنا غنستعدوا على اكمل وجه، وكنتمناو حنا اللي ندوزو للنهائي واللي مالا الطفره بالبطوله ان شاء الله. الحمد لله فهاد الانتصار هذا فهو ما جاش من فراغ، وانما جا من واحد العمل. المنتخب الوطني المغربي المدرسي كيتاهل نصف نهائي كاس العالم الالعاب المدرسيه، فكنبغي نشكر اللاعبين اللي بذلوا واحد المجهود رغم انهم هما الفريق الاصغر سنا في هذه البطوله. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.